قال لك كيف صارت لاد ايه، وكيف كيف شو صار فيها بعد 6 شهور. هيدي اللي مثل فيك تقول لاد ايه القديمة، أول ما استلم حافظ الأسد للحكم صار فيها كمان احتجاجات، فهو نزل عليها بتركيزات للمنطقة وهدم المدينة القديمة كلها بشكل كامل، وبعدين اجى عمل سكن للضباط فيها، بعدين تركوها بأحداث الثمانينات. من هذا المفرق للمدرسة التخصصية صار أول اعتصام باللاذقية. هذا الاعتصام انفض بشكل كثير اعتصام قاسي، نزلوا الناس كان على اعتصام الشارع سلمي وين بأي شارع؟ بهيدي المنطقة من صليبة، هيدي اسمها ساحة النخيل. هيدي الساحة تقريبا شهدت أقصى المجازر بالمدينة، يعني ما في رصيف هون بهذا الشارع إلا مشاهد شهد جريح أو شهيد. يعني هيدي المنطقة الطابيات وهي منطقة مطلة على البحر؟ البحر من هيدي الجهة، الجهة الغربية، نعم. هاي منطقة تم اقتحامها تقريبا بتشكل ثلث مساحة اللاذقية وبشكل عدد سكانها تقريبا الربع. كثافة سكانية عالية، وبتلاحظ هون قديش المباني مكتظة وقريبة من بعضها، حواري ضيقة كثير. هيدا الجزء هو جزء المخيم، لاجئين فلسطينيين من اسمه مخيم العائدين. أول الأحداث تم محاصرتها، كلها وضعت عليها حواجز للجيش، بحيث انه المنطقة ما فيك تفوت تطلع منها الا تمر على حاجز. على أي أساس بيعتقلوا العالم؟ هيدا معسكر لطلائع البعث، تم استخدامه بشكل انه هو صار مركز للانطلاق العمليات الأمنية. مظبوط، في زوارق كان هون عم تقصف المخيم من هون. هلا دخل مثل زورقين حربيين صغار، مع انه كان صار في قصف مدفعي من هيدي الزوارق، لا كان في رشاشات ال500 صاروا يرشوا فيها على البيوت من هون. هيدا مركز الاحتجاجات بالرمل. هلا لما الجيش فات من هون عن طريق المخيم ليوصل لهيدي الساحة اللي هي مركز الاحتجاجات، فصاروا يجوا شباب من شباب المنطقة يجوا يزتوا عليهم مولوتوف للجيش من الحارات الضيقة، فكان الرش غريزي وعشوائي. حتى هيدا الشارع الرئيسي بالمخيم، يعني بفوت الجيش تغيرت معالمه للشارع، يعني مثل مسح مبدئيا. بعدين وصلوا لهون اعطوا ايعاز للناس انه معكم ساعتين لتخلوا المنطقة، كل واحد ما بيخلو المنطقة بدنا نقتله. فبلشت الناس تطلع من بيوتها، ومثل اللي عملوا لهم فتحة من فوق قالوا لهم انه اطلعوا. فاول ما اول يوم طلعت دفعات من الناس وتم تهجير، يعني هيدا تهجير اسمه انه يا بتطلع يا بنقتلك. هلا بشكل عام المدينه كثير مقطعه وكثير منتشر فيها الامن، مثل المنطقه خلص انتهت الاحتجاجات فيها، ما بقى الناس قادره تطلع. يعني برجع بعيد من اول،